السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كالعاده معكم نضال نجم موقع محترف وشرح. درس اليوم سنتعرف مع بعض على اسطوره اختبار الاختراق نظام كالي. يعني قبل ان نبدا في الدرس، يعني ان كنت لا تعلم ما هو كالي، لا تعلم ما هو باكتراك الى غير ذلك، فكره صغيره دون كلمات معقده، ما هو كالي لينكس. نظام لينكس كالي او كالي لينكس هو توزيع الاختبار الاختراق المتقدم والتدقيق في مجال السلامه المعلوماتيه. يمكن الان ان لم تكن تعلم ما هو، على الاقل اصبحت تعلم. يعني باختصار ما هو، كما سبق وقلت، هو يتم اعتماده والعمل عبره لكشف ثغرات في شبكة ما، أو لكشف ثغرات في شبكة، يعني في شبكة، في كما قلت، في شبكة ما أو في موقع ما إلى غير ذلك، أو في سيرفر ما. يعني يتم استعماله لكشف الاختراق، لكشف الثغرات، لكشف يعني بلغة أخرى ليفاي. ثم بعد ذلك أنت يعني والمبدأ الشخص الذي يقوم استعماله، إن كان وايت هات هيكر هيكر او بلاك هات هيكر، يعني اصحاب كما نقول القبعه البيضاء الغير مخربون، يعني يكشف الثغرات من اجل الحمايه، او البلاك الذين يكشفون الثغرات من اجل الاختراق والتخريب الى غير ذلك. المهم ثم بعد كشف الثغرات يمكن ان تخترق ذلك الموقع او تخترق تلك الشبكه، او يمكن هناك من يستعمل، يعني قبل ان اكمل الدرس يعني معلومات بسيطه وبسيطه جدا، هناك من يستعمل هذه الثغرات في ربح المال. كيف ذلك؟ يعني بربح المال بطريقه قانونيه، يرسل مثلا يراسل صاحب الموقع يعلم بان هناك ثغرات وبيعطى يعطيه تلك الثغرات مقابل مادي الى غير ذلك. كل هذا سنتعرف اليه في دروس قادمه. اليوم درسنا فقط هو كيفيه تنصيب كالي وكيفيه التعرف على كالي. بعد الباك تراك والتوزيعة السابقة لكالي التي كانت تستعمل يعني لاختبار الاختراق ونجاح الذي حققه، تم انشاء كالي وتطويرها من الصفر بالاعتماد على نفس مبدأ الباك تراك، لكن بالتمسك مع تعيير بمعايير دبير. ما هو معايير دبير؟ يعني هي توزيعة الام التي تم على اساسها استعمال كالي. يعني كالي تستعمل مستودع الديبيان، يعني نفس الاوامر، لان الاوامر تختلف من نظام الى اخر، لكن نفس الاوامر باننا كما سبق وقلت بمعايير ديبير. كما ان كالي لينكس تحتوي على اكثر من 300 اداه للاختبار الاختراق مقارنه بالباك تراك. ادوات الاختبار انخفضت لان الباك تراك، يعني كما سبق قلت ان كنت قد استعملتها مسبقا، تحتوي على العديد من الادوات التي لديها بديل يقوم بنفس العمليه وشروط عمليه صعبه. يعني انت استعملت تواجه الكثير من الاخطاء الى غير ذلك. سؤال قبل ان نكمل، هل هذه التوزيعه الضخمه كما سبق قلت تحتوي على اكثر من 300 اداه للاختراق، هل هذه التوزيعه الضخمه مجانيه؟ بالطبع مجانيه، كما انها مفتوحه المصدر واداه التطوير متاحه، اداه تطويرها متاحه للجميع، تستطيع تحميلها من الموقع الرسمي. يعني من يريد اعاده بنائها او ادخال تعديلات حزام الى غير ذلك لن يواجه اي مشاكل قانونيه. ثم مقارنة بالباك تراك، فإن كالي قد تم يعني تطويره وجعله يدعم أكبر عدد من كروت الوايرلس، يعني كروت الويفي، كذلك العمل بشكل صحيح على تشكيلة واسعة من الهاردوير. يعني مقارنة كما سبق وقلت، تم توسيع التشكيلة التي يمكن أن يتعامل معها الكالي، ومتوافق مع اليو اس بي، يعني المدخل اليو اس بي، والعديد من الأجهزة اللاسلكية. كما سبق الآن في الدرس اعتمد مراحل بسيطة لنتعرف أكثر على كالي. ثم ما هي الأدوات الرئيسية في لينكس كالي؟ كما سبق وقلت كالي تحتوي على أكثر من 300 أداة اختراق، وكررها دائما، أكثر يا حبيبي، أكثر من 300 أداة اختراق. يعني من الصعب احتراف كالي، من الصعب جدا احتراف كالي، لكن إن وصلت يعني إلى مرحلة متوسطة مثلا على 10 إلى 4 أو 5 على 10 في كالي، فستكون يعني إنسان كما نقول باللهجة التونسية طيارة على الاخر. المهم الادوات الرئيسية في لينكس كالي، برامج تقوم بالمسح الامني مثلا انماب، برامج تحليل حزام متبادلة على شبكة على الشبكة يعني كواير شيك، برامج كسر واستخراج الكلمات السرية جون ذا ريبر، اير كراك الخاص باختبار يعني اختبار شبكات لاسلكية، وعديد من الادوات الاخرى يعني ساكررها كما سأقول مسبقا، تحتوي على اكثر من 300 اداة اختراق. كذلك هناك العديد من الادوات التي لا تنصب افتراضيا مع كالي، وتستطيع تحميلها من الانترنت وكشفها الى غير ذلك. الان يعني في حاله نصبت كالي، كيف ابدا الاستعمال مع كالي؟ ان كانت لك خبره مسبقه في التعامل مع لينكس فهذا افضل، وبستعادك التعود والتعرف على كالي. لنكمل الدرس قبل كل شيء سنذهب الى تحميل كالي عفوا من الموقع الرسمي، ثم ننصبه، ثم بعد ذلك نعيد ونكمل المعلومات. اول شيء سنقوم يعني بتحميل برنامج اوراكل فيرتوال بوكس مانجر. ساقوم بوضع رابط مباشر، لن اشرح كيفيه تنصيب برنامج اوراكل فيرتوال بوكس، يعني انا درسنا اليوم خاص بكالي. لكن ما الهدف من فيرتوال بوكس؟ فيرتوال بوكس هو
برنامج يسمح لك بإنشاء العديد من الأجهزة الوهمية من تنصيب نظام وهم. كما تلاحظون أنا مثلا قمت بتنصيب كالي، تنصيب كذلك الويندوز 7 وتنصيب الويندوز XP، يعني تنصيب نظام وهمي. هناك عدة طرق لتنصيب كالي، مثلا من هناك من يعتمد تنصيبها يعني على فلاش ميموري يقوم بتنصيبها ثم الإقلاع عن طريق الفلاش ميموري، هناك من يقوم بتخصيص لها يعني مساحة معينة من القرص الصلب، وهناك من يعتمد يعني الأجهزة وبرامج الأجهزة الوهمية مثلي أنا. وأنا شخصيا أحبذ وأنصحكم بالبرامج الوهمية، لأن كما سبق وقلت كالي خاصة إن كنت لم تستعمل مسبقا أي نظام لينكس تواجه مشكلة كبيرة في التعرف والتعود عليها، لكن بالمثابرة ستقدر إن شاء الله يعني لن أقول احتراف استعمالها، ولكن تعلم كيفية استعمالها. أن هناك أوامر اليونيكس يعني كما سبق قلت الويندوز XP، الويندوز 7، الويندوز 8، أي نظام تشغيل كنت قد استعملته لم تستعمل مسبقا نظام اليونيكس كل ذلك سننسيه. برنامج نظام توزيعة جديدة التي أتحدث عنها توزيعة كالي، والتي سبق وقلت يعني مبنية على توزيع الام ديبيان يعني كالاوبنتو، تستخدم يعني نفس مستودع الاوبنتو. وهنا نتحدث عن نظام جديد، طريقة تنصيب البرامج فيه جديدة، طريقة استعماله يعني مختلفة، كل شيء فيه مختلف عن نظام الويندوز. لكن بالمثابرة بقراءة الدروس بقراءة الكتب الالكترونية تستطيع يعني التعود، ولن اكرر كلمة احتراف، لكن تستطيع التعود تعامل معه. الاحتراف يأتي بالتجربة وبالوقت. يعني إن كنت الآن تشاهد تريد تعلم كالي، تريد يعني كيفية التعامل مع كالي، أنا لن أدخل في أسبابك، يعني إن كنت تريد اختراق أو تريد الحماية من الاختراق، يعني مثلا على سبيل المثال تقوم بفحص المواقع التونسية المعروفة والتعامل معها، من كشف ثغرات تقيم يعني تريد يعني مراسل صاحب الموقع وتعلم بأن هناك ثغرة وتأخذ مبلغ مالي، كل هذا إلى غير ذلك لن سنتحدث عليك كما سبق وقلت في دروس قادمة. لكن لتعلم أن كل هذا يأتي بالمثابرة، لن تحدث يوم يومين ثلاث أيام أربع أيام مئة ساعة مئتين ساعة. المثابرة، الأخطاء ثم الأخطاء ثم المثابرة ثم دراسة ثم القراءة، وستتعود بإذن الله على نظام كالي. يكفينا مقدمات، يكفينا ما تحدثنا، نمر الآن إلى مرحلة التنصيب. أول شيء سنقوم بتحميل برنامج الأوراكل فيرتوال بوكس كما سبق وشرحته، سأضع رابط التحميل مباشر للبرنامج. بعد ذلك سنقوم بالدخول إلى الموقع. أكرر سبق وكنت يعني تركيزك 100% في الدرس، فكأنني سبق وقلت أن نظام كالي مفتوح المصدر، تستطيع أي شخص التعديل عليه، تغيير حزم، إدخال حزم إلى غير ذلك. لذلك أكرر والله على ما أقول شهيد، لا تحمل نظام كالي عفوا من أي موقع غير الموقع الرسمي. أكرر، لا تحمل نظام كالي من أي موقع غير الموقع الرسمي. سأضع الرابط، تقوم بالدخول إلى الرابط، تأخذ النسخة إن كانت يعني تورنت أو يعني 64 بيت 64 بيت أو 32 بيت، تقوم بتحميل، لأن سنقوم بتحميلها يعني كما سبق وقلت من المستحسن تنصيب النسخة إيزو، تحميل النسخة إيزو عفوا. ثم بعد ذلك من الأفضل، لأن النسخة ما يقارب 3 جيجا بايت، من الأفضل استعمال أحد برامج التحميل كأنترنت داونلود مانجر، كنت قد سبق وشرحته في الموقع، إن لم تكن تستعمله أنصحك بالعودة واستعمله، لأن عملية تحميل البرنامج عملية تحميل التوزيعة بالأصح ستأخذ أكثر من ساعة ونصف ساعتين حسب سرعة الإنترنت يعني وقوة اتصالك بالإنترنت. بعد تحميل النسخة تقوم بحفظها في ملف معين. الآن سنقوم بإنشاء نظام جديد لكالي. عملية إنشاء النظام وجهاز الوهمي سهلة جدا، كل ما عليك فعله حبيبي هو التركيز فقط. الآن لندخل يعني في مرحلة التنصيب. كما قلت يعني إن كان تستعمل برنامج فيرتوال بوكس نضغط على نيو، يعني الأيقونات لن تختلف حسب لغة حاسوبك، كنت تستعمله بالعربية الفرنسية أو مثلي بالإنجليزية. نضغط على نيو، نختار، هناك العديد من الإعدادات الافتراضية لكن التي تستطيع عبرها تنصيب نظام كالي، لكن سأختار نظام افتراضي كنت قرأت عليه في الإنترنت، وهو يتماشى مع جميع يعني مع نسبة كبيرة من الحواسيب مع الأجهزة الإلكترونية مقارنة بالاختيار الأنظمة الأخرى. سنضغط، سنختار لينكس، ثم من الأفضل اختيار لينكس 64 كما تلاحظون، بالتالي تختلف العملية حسب حاسوبك. سأكرر يعني 64 أفضل. ثم بعد ذلك سأطلق عليه بما أني قد أسميت المسبق كالي نيثال، ثم نضغط على نيكست، ثم من الأفضل يعني تحويله إلى 512، ذكر الكوموندد سايز يعني من الأفضل تحويله إلى 512 لن تؤثر. بعد ذلك create a virtual hard drive now. بعد ذلك تستطيع تركها
تركها عفوا فيرتوال بوكس ديسك ايمج، لكن انا اخير في ام دي كي فيرتوال ماشين ديسك. وسنشاهد لماذا اخترت في ام دي كي في دروس يعني في دروس لاحقه. ثم نضغط على نيكست، ثم دايناميكالي الوكيتد عفوا، كنت نطقي في الانجليزيه ضعيف بعض الشيء، ثم نضغط على نيكست. ثم من الافضل يعني رفع قليلا الى 10 جيجا بايت، الى 10 10 10 10 جيجا بايت، ثم على كرييت، تم انشاء. ثم ندخل بعد ذلك على الاعدادات سيتينج، نذهب الى سيستم، ثم الى بروسيسور، ثم انيبل. تلاحظون سيستم بروسيسور انيبل، ثم نضغط على اوكي، ثم بعد ذلك نضغط على ستارت. اوكي، نقوم باختيار الان نسخة الايزو الذي قمنا مسبقا بتحميلها. نضغط مثلا، ثم ساضغط هنا، ثم بعد ذلك كالي سكيورتي كالي ميكس النسخة، نعم انها نسخة 64. ثم نضغط على اوبن، ثم نضغط على ستارت. اوكي، نذهب الى انستال، تستطيع تجربتها يعني مباشرة دون التنصيب. هناك الانستال يعني انستال عن طريق التكست مود، يعني كلمات فقط لو جرافيك ضعيف جدا كالترمينال كالسي ام دي يعني. وهناك الجرافيكال انستال، سنختار الجرافيكال انستال لان يعني كما جرافيكال الاقوى يعني جميل، طريقة تنصيب جميلة. نضغط على جرافيكال انستال. الآن نختار لغة الكالي النظام التوزيع، من الأفضل اختيار الإنجليزية، لكن لك الحرية في تختار ما تشاء. لماذا اختيار الإنجليزية؟ لأن الأوامر التي سنستعملها هي اختصار لكلمات إنجليزية، من الأفضل لذلك أنصحكم بالإنجليزية، لكن إن لم تكن تدخل الإنجليزية اختار الفرنسية العربية، اختار ما تريد. سنضغط على يعني واصل، ثم سنضغط على لوكيشن تايم زون، يعني اختيار التايم زون الخاص بك. سأترك مفعلة على يونايتد ستيت، أو تستطيع يعني الضغط على أذر إلى غير ذلك، كلها معلومات ثانوية. ثم الكيبورد الخاص بك، كيبورد، بما أن أنا الكيبورد الخاص بي أزرت يعني كيبورد فرانكوفوني، كيبورد فرنسي، سأختار الفرنسية. أنت يعني بالنسبة للإخوان من المغرب العربي، ما أغلبية الأجهزة الخاصة بنا فهي كيبورد الخاص بهم أزرتي، بالنسبة للإخوان من مصر وبقية يعني البلدان العربية فإن من المؤكد أن حواسيبهم أجهزة يعني الكيبورد الخاص بهم هو كويرتي. بالطبع يعني تعلم ما هو الكيبورد الخاص بك، طريقة يعني شكل الكيبورد الخاص بك. أنا سأختار الفرنسي كما سبق قلت، لأن الكيبورد الخاص بي هو كيبورد فرنسي أزرتي. الآن نقوم باختيار الهوست نيم، نتركه مفعلا على كالي، ثم الدومين نيم نتركها يعني فارغة، ثم الروت باسورد تختار كلمة سر، كلمة سر غير معقدة يعني من الأفضل غير معقدة، ممكن الحق في اختيار ما تشاء. ثم وصل، يقوم الآن بإنشاء الإعدادات الخاصة مثلا بالوقت بالنتورك إلى غير ذلك. كل ما عليك فعله هو الانتظار، كذلك من الأفضل عدم فتح أي برامج إضافية لتسهيل وتسريع عملية وعدم التأثير على عملية تنصيب نظام توزيعة كالي لينكس. على فكرة ما هي كلمة كالي؟ ما هو أصل كلمة كالي؟ كلمة كالي هي في الأصل يعني كلمة هندوية، كالي كال يعني خاصة بأسطورة، أسطورة هندوية التي يطلق عليها آلهة الموت، الموت والوقت في نفس الوقت، يعني تطلق عليها آلهة الموت. يعني من تلك الأسطورة تم استخراج يعني أو إيجاد كلمة كالي، وتم إطلاقها على التوزيع الجديدة كما قلت مسبقا، كان اسمها يعني عفوا باكتراك. الآن سنقوم باختيار يعني الكونفيج الوقت، تقوم باختيار زون مثلا على سبيل المثال، نختار 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 سنترال حسب يعني المكان الخاص بك او باسيفايك الى غير ذلك. ساختار سنترال ثم نضغط على مواصلة.
الآن نقوم باختيار، يعني بما أننا كما سبق قلت نقوم بتنصيب نظام كالي على جهاز وهمي، ذلك من الأفضل تركه مفعل على الخيار الافتراضي، يعني يوز انتاير ديسك، ثم نضغط على واصل، ثم بعد ذلك واصل، ننتظر قليلا، ثم all files in one partition، كذلك نتركها مفعلة على كما تلاحظون recommended for new users، واصل. الآن نتركها مفعلة كما سبق وقلت، يعني بالنسبة لمن يستعمل نظام الكالي أو باك تراك أو الأوبنتو مسبقا، من الأفضل ترك الإعدادات الافتراضية أو يطبق ما فعلته أنا في الدرس، نتركها مفعلة على finish partitioning and write changes to disk، ثم نضغط على واصل، ثم نضغط على واصل وننتظر، عفوا نضغط على واصل من اولا، ثم بعد ذلك نضغط على يس ونضغط على واصل وننتظر. الان بعد انتهاء عفوا المرحله الاولى من تنصيب نظام كالي، كما تلاحظون انبثقت، يعني المرحله الاخيره هي ادخال بعض التغييرات وبعض الاعدادات بالاصح كاعداد ميرور نتورك. ما هو ميرور نتورك؟ كما نعرف، كما كنت يعني انصحكم هذا مشاهد درس، وتركيز 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 التام، لان كالي يستعمل مستودع تطبيقات. ان استعملت يعني ميرور يعني مرايه، او مرايه باللغه العاميه يعني بالورقة، تستطيع تحميل التطبيقات من مستودع لينوكس. إن اخترت يس تستطيع، إلا إن اخترت نو لن تستطيع. في المستقبل تستطيع بطرق أخرى تحميل تلك التطبيقات إلى غير ذلك. سنختار يس، ولك الحق في اختيار ما تريد، ثم نضغط على واصل. HTTP proxy من الأفضل يعني تركها غير مفعلة، وتضغط على واصل. الآن تنبثق يعني المراحل، نحن في المراحل الأخيرة من تنصيب الكالي لينكس، وكما لاحظتم معي يعني عملية التنصيب تأخذ الكثير من الوقت. الآن أداة الجراب بوت لودر. ما هو جراب بوت لودر؟ يقوم بالبحث عن أنظمة أخرى منصبة داخل حاسوبك، وعند الإقلاع تنبثق لك نافذة، يعني قبل الإقلاع عند الإقلاع تنبثق لك نافذة، ليس قبل الإقلاع عفوا، تنبثق لك نافذة عليها جميع خصائص، يعني جميع الأنظمة التي موجودة على حاسوبك، وجميع يعني يقوم كذلك بالتعرف على الديفايس الموجودة داخل حاسوبك. يعني أداة جميلة وجميلة جدا، وعبرها تستطيع اختيار ما الذي تستطيع عبر، يعني ما الذي تريد ان تقوم بالاقلاع عبره عفوا، او داخله بالاحرى. سنختار يس برغم من اننا يعني نستعمل الفيرتوال ماشين كما سبق وقلت، نختار يس ليس في ذلك عيب، ثم نضغط على واصل. كما تلاحظ يعني حبيبي معي، لقد تم الانتهاء من عملية تنصيب كالي، وهي عملية تنصيب يعني توزيع كالي تأخذ الكثير والكثير من الوقت، وكما سبق وقلت من الأفضل عدم يعني استعمال وفتح برامج أخرى إضافية لتسهيل وتسريع عملية التنصيب ولعدم التأثير عليها. الآن نضغط على واصل، ننتهي، سيتم عمل ريستارت للسيستم. اوكي، الان بعد التنصيب واعاده التشغيل سيعيد التشغيل تلقائيا، تفتح معنا هذه النافذه، نتركها، اما ان تركتها يعني ان لم تفعل اي شيء سيقوم بالفتح معك مباشره، او تقوم باختيار الخيار الاول، وذلك عبر اكرر عبر الـ 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 يعني اسهم الكيبورد، نقوم بضغط هنا ثم هنا، ننتظر قليلا. ما الذي سنفعله الآن بعد التنصيب؟ الآن سنقوم بإضافة يعني الأديشن الخاص بالفيرتوال بوكس إلى كالي، وذلك من أجل الحصول يعني على التطابق أول شيء، ومشاركة في الملفات ورؤية أوضح. سنتجاوز مشكل الرؤية، ستلاحظ معي كيف سنقوم بفعل ذلك. كل ما عليك فعله حبيبي هو التركيز قليلا، ثم في دروس قادمة مثلا سنلاحظ البورد مايبر كيف سنقوم بإصلاحه يعني إلى غير ذلك. اوكي، نذهب هنا، اسم المستعمل كما سبق وقلت دائما هو روت، ثم كلمة السر الخاصة بك، تأكد يعني من الكيبورد، وجد يمكن ان تواجه بعض الاخطاء في الدخول، لذلك كما سبق وقلت في اول درس عن التنصيب، يعني عندما قمنا بالتنصيب تأكد من الكيبورد الخاص بك لكي لا تواجه اي مشاكل. ننتظر قليلا. الآن يعني بعد أن قمنا بالدخول إلى لينكس، سنقوم بإصلاح الشاشة والماوس يعني لتجنب أي خطأ، كما تلاحظون هناك الشاشة يعني إلى غير ذلك، لاحظوا معي سنقوم بإصلاحها. كل ما علينا فعله هو سنكتب، ننتظر apt get update and apt get install، عفوا ثم init
ثم النيل ميوكس درس اس سلاش النيم ار كما لاحظت معي الامر سهل ساقوم بكتابه يعني الامر الذي استعملته مع الدرس ثم نضغط انتر ننتظر قليلا الان بعد ان قمنا بتنصيب التحديثات نقوم بالضغط على devices نذهب الى اخر خيار نضغط هنا عليه كما تلاحظون سيتم انبثاقته النافذة تضغط على cancel اكرر تضغط على cancel ثم نعود الى التيرمينال نقوم بفتح التيرمينال نقوم بكتابة cd ميديا ثم اليس لرؤية المحتوى ثم cd روم سأقوم بإضافة الأكواد يعني وصور للأكواد مع الدرس ثم بعد ذلك اليس لرؤية المحتوى محتوى عفوا ثم كما تلاحظ نقوم بنسخ هكذا عبر كوبي ثم بعد ذلك نكتب الأمر cp ننسخ ما كتبنا باست ثم سلاش روت ونضغط ثم نكتب شمود تصريح شمود 665 سلاش روت عفوا سلاش باست ثم نضغط تم اعطاء التصريح كل هذه الاوامر ساقوم ان شاء الله بشرحها في دروس قادمه هنا ماذا فعلنا قمنا بنقل الملف الى الروت ثم بعد ذلك سنقوم يعني بالضغط عليه من اجل يعني من اعطاء التصريح من اجل استعماله كل هذه التصاريح وامر اشمود وامر سيبي سنتعرف اليه في دروس قادمه كل هذه الدروس تنتظرونها ان شاء الله على موقع محترف الشرح ثم نعود الى الروت عبر الامر سيدي فاضغط كلير لي يعني ساغتر كلير من اجل تصوير الشاشه لاحقا ثم نضغط نقطة سلاش وننسخ باست ثم نضغط انتر كما تلاحظون يتم التنصيب الان لينكس ننتظر قليلا كل ما عليك فعله الان هو الانتظار ما الامر ما الذي نقوم بفعله الان قمنا بتنصيب هذا هذه الاضافة يدويا يعني ان كنت تريد تنصيبها يعني اوتوماتيكيا لن تستطيع ذلك ستواجه العديد من الاخطاء من اجل السلاح الماوس تجنب اخطاء الماوس عندما نقوم باستعمال توزيعة كالي لا تنسوا ان نقوم باستعمالها على نظام الوهمي ومن اجل الدخول في الفول مود يعني نستطيع استعمال الفول مود وتجنب مثل هذه الاخطاء الى غير ذلك كما تلاحظون معي يعني تجنب مثل هذه الاخطاء الان نقوم ننتظر فقط من اجل انتهاء التنصيب العملية ستأخذ القليل من الوقت لذلك يعني انتهى درس شرح اليوم كما تلاحظون معي قمنا بالتعرف على نظام كالي قمنا بتنصيب نظام كالي ثم قمنا باعداده من اجل استعماله لان الدروس متواصله من دروس تعاود على نظام كالي هنا مثلا اذا اردت يعني التعرف على الادوات التي قمت بشرحها يعني مسبقا في اول الدرس انتظر مثلا هنا في كالي لينكس كما تلاحظون هذه الادوات التي قمت بشرحها مسبقا سنتعرف عليها اكثر في دروس قادمه كلها ادوات من اجل اختبار الاختراق هناك من يستعملها في اختبار الاختراق وهناك من يستعملها من اجل الاختراق العمليه تفرق بالطبع انتهى درس اليوم كالعاده يعني ادعوكم للالتحاق بصفحتنا على الفيسبوك facebook.com/proexplain قناتنا على اليوتيوب youtube.com/proexplain انتظر منكم العديد من الردود كذلك اي استفسار لا تنسى اكرر اي استفسار اي سؤال تتركه على الدرس على الموقع proexplain لا على اليوتيوب لا ترسلوا لي عبر الفيسبوك على الدرس سأقوم بإجابتك بعض الردود من شأنها أن تشجع وتسرع في الدروس القادمة كما معكم نظام نجم موقع محترف الشرح إلى اللقاء في درس قادم